السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حكيم باش. الصويت مشى الله يجيب. بالنسبة للحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيها انواع ديال الاسماك بالمغرب وبغير المغرب، ردا على واحد الطلب ديال واحد الاخ اللي سولني في لي كومونتير، قال لي شنو هما الاسماك المفترسة اللي فيها السم واللي ما فيهاش واللي كتعض. دونك هاد الحلقة ان شاء الله حاولت نجمع فيها جميع انواع الاسماك، واول الاسماك اللي غادي نوريكم دابا هي المتواجده في بلادنا اللي هي المغرب. عندنا تبارك الله جوج بحور، البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، هادو هما الاسماك اللي كاينين. عدنا احبائي الكرام، فيما يخص بعض الاسماك اللي سامه كاينين، اش نقول لكم، انا مقيد شي تخربيقه في الورقه. كاينين الاسماك الصخريه هذيك بحال الراس كاس، هي التصويره ديالها. كاينين ثاني انواع ديال الراي، هذاك سمكه الرايه، كاين الراي اللاسع، والراي اللاسع هو اللي كتكون في القزيبه ديال واحد الشوكه، الا دقاتك كتنفخ لك رجلك، اغلبيه كيدقون في رجليهم حيت كيمشيو في الرمله اكسيتيرا، كيمشي حفيانين، الا دقاتك خصك تمشي للسبيطار، داوي راسك يدقوا لك شي اونتي انفلاماتوار اكسيتيرا، هما غيتهلاو فيك. كاين تاني ديك عقرب البحر، راه كاينه في السوق اصلا، كنلقاوها حوته صغيره كيقولها العقرب، راه فيها واحد الشوكات في الظهر ديالها اللي هي في هاد التصويره دابا. يعني كيف ما لاحظتوا هي هذيك هي العقرب. وباقي لينا تاني بالنسبه لهاد الاسماك اللي ذكرت، راه كاينين في المغرب، نزيدوا عليهم حتى المريني، يعني المريني هو سمك غير سام ولكن العضه ديالو خطيره جدا، لدرجه ان الا شداتك من يدك يعني كدير لك اللحام ودير لك العصب ودير لك كلشي، كيبقى حابسه غير العظم. علاش؟ لان الاسنان ديالها جد حاده
وبالتالي كاينين بعض الانواع ديال المريني اللي كيكون فيها البكتيريا في الاسنان ديالها كتربى فيها، داكشي علاش كتلقى القمرون مخشي ليها فمو كيبدا ينقي ليها فهاديك البكتيريا. قنديل البحر ما عرفتش كيقولوا ليه نسيت على سميتو، هو سميتو وقال لا ماشي الاوكتوبيس المهم ما عندنا ما نديرو بسميتو. ها هي تصويرته علما بان هاد سميتو هاد قنديل البحر كاين واحد النوع اللي خطير فيه هو سميتو قنديل البحر الصندوقي اللي هو هذا اللي في التصويره اللي وريتكم. وهذا متواجد حتى في المغرب بارفوا كنلقاه في البحر تلاقيت معاه شحال من مره وما كنسلمش عليه حيت هو مسموم. بالنسبه للاسماك اللي ما كيكونوش عندنا في المغرب وهما سامين بحال سميتو هذاك ثعبان البحر الكهربائي هذاك خطير كيضرب الضوء كيضربك ما عرفتش شحال من واط فيه والفولتاج ديالو كبير الا ضربك كتنعس حداه كتغيب خص ضروري شي غطاس هو يعتقك كيهزك من فوق الماء هادشي الا تلاقيتي معاه تحت الماء اما فوق الماء راه هضره اخرى. زائد هذاك سمكه التنين ها هي في التصويره هاد السمكه نعم سيدي هي عندها 7 شوكات قريت عليها شحال هادي فيها 7 شوكات ودوك الشوكات ديالها سامين جدا الى قربتي ليها ولا حاصرتيها كتهجم عليك بهذوك الشوكات وما كايناش في المغرب الحمد لله. المهم بالنسبه للرياس يعني المعلومه اللي غادي يحتاجوا شناهي اي حوته ما كتعرفهاش ما تغامرش وتخشي فيها يديك حاول تلبس ليغات بحال هادو زائد الحوته اللي تحضي معاها هي المريني حيت متوفر خصوصا هنا في كازا وفي المناطق الجاوره هما اكسيتيرا كاين المريني بزاف. زيد ثاني شي حوته ما كتعرفهاش ما تجيش وتشدها ولا تخشي صبعك في فمها اصلا غير الشرغو الا خشيتي صبعك في فمها راه دالك صبعك شرغو ولا زريقه اي حوته عندها سنان. ذكرتوني نيت بديك السمكة ديال بيرانا هذيك بيرانا متواجدة غير في هذوك الشيء ديال القارات الآسيوية وفي سميتها هذيك أكبر غابة في العالم غابة الله إلا مشات ليا سميتها بلاتي بقاو معايا سميتها غابة الامازون كتواجد هاد السمكة ديال بيرانا واللي فيها بزاف الانواع كاين اللي كتاكل فاكهة كاين اللي كتاكل اللحم يعني كتاكل بحال الفراخ طاحو من الشجرة كتغززو مزيان كتخلي فيه غير العظومة واغلب الاسماك راه كتيرهم الرائحة ديال الدم. وما نساوش السمك اللي عزيز علينا وكنخافو منه هو القرش الوغ كو القرش متواجد بكثرة في المحيط الأطلسي حيت المحيط ماشي بحال البحر محيط راه كبير وملي كنقول محيط راه كيتواجد فيه أسماك القرش بوفرة حنا ملي كنصيدو بالقصبة كنصيدو تقريبا هاديك اللي فيها كاع إلا كثرت 22 كيلو هادي إلا تقاتلتي معاها. أما راه كاينين بعض القروش اللي الحجم ديالها كبير وكبر من الكاياك ديالي وكنسمعو بعض المرات شي واحد الله يرحمه غبر دا البحر ما كنعرفوش كيفاش وخليكم ما عارفينش. وسميتو زيد ثاني شنو باقي لينا هذا ردا على بعض الاصدقاء والسلام عليكم ورحمه الله.